السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم؟ متابعين قناه مستر كريبتو. فيديو جديد على قناتنا، القناه مهتم باخبار العملات الرقميه. بالفيديو اصدقائي راح اتكلم عن حرق عمله تيرا لونا كلاسيكا مع عدد القطعه الاخيره اللي تم حرقها، وهل راح يتم حرق المزيد ولا لا. اما بس فيديو اصدقائي بتمنى تضغط زر اللايك وتسمى قناه فاز الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقميه. خليكم معنا هذا الفيديو تعرفوا اخر اخبار سوق اي كريبتو. اول اصدقائي خلينا نتكلم عن تحليل عمله تيرا لونا كلاسيك. نحن حاليا عن دعم مهم جدا اللي هو دعم 0.406. حاليا اصدقائي فقدنا هذا الدعم، ممكن ننزل مره ثانيه ونلامس مناطق 0.405، يعني انخفاض كبير بالنسبه لعمله تيرا لونا كلاسيك. لكن يجب علينا اولا اختراق حتى نتمكن من الصعود، يجب علينا اختراق منطقه 0.406.5، نخترق منطقه تواجد موفيك افريج 200، هي عند منطقه 0.407.6. هاي منطقة أصدقائي هي منطقة عنيدة جدا، يجب اختراقها حتى نستكمل صعود لمناطق 0.409. حاليا أصدقائي حرق مستمر من قبل شركة باينانس أو منصة باينانس للعملات الرقمية على عملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا تم احتساب الرسوم المدفوعة لضريبة الحرق على عملة تيرا لونا كلاسيك من تداولات عملة تيرا لونا كلاسيك من تاريخ 31/7 إلى 30/8. طبعا إجمالي المحروقات اللي تم حرقها هي 796 مليون قطعة من عملة تيرا لونا كلاسيك، أقل من مليار قطعة حرق. هذا الشيء أو هذا العدد ضئيل جدا لعملة تيرا لونا كلاسيك، ويعني لا يستوفي بالحد اللي ممكن يصعد عملة تيرا لونا كلاسيك. بداية الحرق أصدقائي أو بداية أشهر الحرق كنا نحرق 2 مليار 3 مليار وحتى 4 مليار. لحد الآن أصدقائي ما في أي عمليات تداول كبيرة عم بتصير على العملة، لهيك نسبة الحرق عم بتكون أضعف بكثير. 800 مليار او 800 مليون عفوا ليس الرقم كافي صعد عملة تيرا لونا كلاسيك، وليس رقم كافي حتى يقوم بتخفيض الماركت كاب او عفوا التوتال سبلاي الخاص بعملة تيرا لونا كلاسيك. يجب علينا الحرق عشرات المليارات ومئات المليارات حتى نشوف فايدة بعملة تيرا لونا كلاسيك. لحد الان عملة تيرا لونا كلاسيك عملة فاشلة مستمرة بالهبوط بدون اي صعود قوي، بدون اي حركة عنيفة، بدون اي عمليات حرق كبيرة على العملة. أصدقائي وصلنا في الفيديو، أتمنى الفيديو يكون أعجبك. لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.